سؤال رقم 9، عندي x زائد y يساوي 5، x مكعب ناقص y مكعب يساوي 4x مربع زائد 4xy زائد 4y مربع. دعني أوجد قيمة x مربع ناقص y مربع يساوي قديش. هلا هون عندنا نحن مطابقة تكعيبية، x مكعب ناقص y مكعب هي x ناقص y بx مربع زائد y مربع زائد xy. ومن هون من هذا الطرف حطلع الأربع عامل مشترك، فبصير معنا x مربع زائد xy زائد y مربع. هلا بيروح هذا القوس مع هذا القوس، فبستنتج انه x ناقص y يساوي الأربع. نحن عنا x زائد y يساوي الخمسة، هو بده x مربع ناقص y مربع، يعني x ناقص y بx زائد y يعني 4 ضرب 5، فالجواب بيكون 20. سؤال رقم 10، عنا a على b على 1 على c ناقص c على b على 1 على a ضرب a على c على 1 على b يساوي قديش. هلا هون البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، ال a بضربها بال c على b، وهون كمان ال a بضربها بال c على b، ففورا الناتج لازم يكون صفر فورا بدون ما اكمل. هلاحظوا هذا المقدار ناقص هذا المقدار صفر ضرب هذا المقدار، فالناتج فورا صفر. سؤال رقم 11، x مربع زائد a زائد 1 x زائد a يساوي x زائد 1 ضرب x زائد 4، اوجد قيمة a. طيب الحل اني انا فرطع الطرف الثاني، فبصير معنا x مربع زائد a زائد 1 x زائد a يساوي x زائد 1 بx زائد 4، يعني x مربع زائد 5x زائد 4. بالمقارنة فورا بلاحظ انه الa تساوي 4. السؤال رقم 12، عنا 1 على a زائد 1 زائد 1 على a ناقص 1 ضرب a مربع ناقص 1 على a يساوي قديش. هون بعمل عملية توحيد مقامات، بضرب هون بa ناقص 1 وبضرب هون بa زائد 1، فبصير معي بس a ناقص 1 زائد a زائد 1 على المقام المشترك اللي هو a زائد 1 بa ناقص 1، يعني a مربع ناقص 1 ضرب a مربع ناقص 1 على a. هلا بتروح هاي مع هاي والواحد بيروح مع الواحد، بصفى معي 2a على a، تروح ال a مع ال a فالجواب بيكون 2. سؤال رقم 13، عندي x فاصلة y بينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية n، x مربع زائد a يساوي 18 و y مربع زائد a يساوي الواحد، بده يعني أوجد قيمة x ضرب y يساوي قديش. إذا x ضرب y بده يعني أوجد قيمتها. طيب الحل إني أنا أطرح المعادلتين من بعض عشان اخلص من الـ a، يعني موديلها بشع، فبصير معي x مربع ناقص y مربع يساوي الـ a طبعا حتروح مع الـ a 18 ناقص 1 يعني 17 هو عدد أولي إجباري، هو 17 ضرب 1، وهون عندي مطابقة تربيعية هي x ناقص y بx زائد y، ف x ناقص y بx زائد y 17 حتكون هي 1 ضرب 17، فبستنتج إنه الـ x ناقص y يساوي 17 يساوي 1 عفوا وليس 17، هي الـ x زائد y هي الكبيرة لازم تكون 17. بجمع المعادلتين بيطلع معي 2x يساوي 18، معناتها الـ x يساوي 18 تقسيم 2 9، بعوض هون 9 معناتها بستنتج انه الـ y تساوي 8، بده 9 ضرب 8 فالجواب بيكون 72 بالنسبة للسؤال رقم 13. سؤال رقم 14، عندي m ضرب a زائد m ضرب b يساوي 8،
n ضرب a زائد n ضرب b يساوي 14. وعندنا ايضا a زائد b يساوي 11. بده يعني اوجد قيمة الm زائد n يساوي قديش. لازم اجمع هالمعادلتين هدول مع بعض لانه هو طالب مني m زائد n، وهون في m وهون في n، معناته لازم يصير في عملية جمع حتى يصيروا مع بعض. هلا عنا بصير m ضرب a زائد n ضرب a زائد m ضرب b زائد n ضرب b يساوي 14 زائد 8 يعني 22. اطلع هلا ال a عامل مشترك، مثلا بيصفى معي m زائد n، وهون بطلع ال b عامل مشترك كمان بيصفى معنا m زائد n يساوي 22. بطلع هلا ال m زائد n عامل مشترك، بيضل معنا a زائد b يساوي 22، وال a زائد b معنا ياها 11. بحط هون 11، فبستنتج انه m زائد n بهالحالة بيكون 22 تقسيم 11 يعني 2. السؤال رقم 15، عنا x مكعب ناقص 2x زائد 4 يساوي الصفر. بالتالي x مربع زائد 4 على x يساوي قديش؟ طيب حنوحد المقامات هون، فبصير معي x مكعب زائد 4 على x. لاحظ انه x مكعب زائد 4 تساوي 2x على x، تروح الـ x مع الـ x فالجواب بيكون 2. سؤال رقم 16، عندنا 0.001 ضرب 10 أس ناقص 5 زائد 0.01 ضرب 10 أس ناقص 7 على 10 أس ناقص 10 زائد 10 أس ناقص 9 يساوي 5k على 11. بدنا يعني نوجد قيمة ال k. طيب هلا هون عندي 0.001 هي 10 أس ناقص 3 ضرب 10 أس ناقص 5 بتصير 10 أس ناقص 8، وهون عندنا 0.01 هي 10 أس ناقص 2 ضرب 10 أس ناقص 7 بتصير 10 أس ناقص 9 على هون عندنا 10 أس ناقص 10 زائد 10 أس ناقص 9 يساوي 5k على 11. هطلع من هون 10 أس ناقص 10 عامل مشترك، ومن هون هطلع 10 أس ناقص 9 مثلا عامل مشترك. هنجرب إذا نطلع من فوق 10 أس ناقص 9 عامل مشترك من البسط، فبيضل معنا هون 10 أس 1 زائد 1 على، وهون كمان هطلع 10 أس ناقص 10 عامل مشترك، فبيصير معنا 10 زائد 1 أيضا يساوي 5k على 11. هلا بتروح ل 10 أس ناقص 9 مع 10 أس ناقص 10 بيصفى 10 أس ناقص 1 بطلع لفوق فبصير 10. بده المقام يكون 11، هي 11 وهي 11، معناتها 5k تساوي 10 ضرب 11. إذا مستنتج إنه 5k تساوي 10 ضرب 11، اختصر 10 مع 5 بيصفى عندي 2، معناتها قيمة الكي بتكون 22.